بعد ما نستقبلوا واحد الموهبه جميله جدا. غادي نطلب منكم تشجعوها بزاف. جاتنا من اقاليمنا الجنوبيه العزيزه وبالضبط من مدينه الدخله. استقبلوا معايا وبحراره نسرين بوغيدا. على هذا الاسم نسرين بوغيدا من الداخلة. تبارك الله عليك نسرين ومرحبا بك معنا بلاطو الليلة سهرتنا في أداء متميز للون القناوي وعزفا على الجيتار. نحيو نسرين مرة أخرى إلا سمحتوا. نسرين جيتينا من الداخلة العزيزة، كنسلموا على ناسها كاملين اللي كيشاهدونا. شكرا نسرين. كيفاش بدأ أولا تعلقك باللون القناوي؟ اللون القناوي كيبقى واحد السيل اللي أنا كارتاح فيه وأنا كنلعبو وكيبقى من التراث ديالنا بطبيعه الحال. فكنغني بزاف ديال السيل، ولكن هو السيل اللي ملي كنغنيه كنحس بشي حاجه يعني لداخل، وهاد الحاجه بالضبط هي اللي كتوصل للناس اللي كيسمعوك. نسرين، في اول فيديو درتي او حطيتي على مواقع التواصل الاجتماعي كان تفاعل كبير، وانت كتأدي هذا المقطع وبزاف ديال الفنانين دعموك وشجعوك، كيفاش استقبلتي الاراء ديالهم؟ صراحة كان الشيء اللي زوين بزاف وكنفتخر به. كنتي كتوقعي هذا الشيء كله؟ ما كنتش كنتوقع، يعني لدرجة أنه يعني تصدمت وفني فرحت بزاف. الحمد لله، كنتمناو لك مسيرة موفقة نسرين. شكرا. ولكن قبل ما نودعوك بغينا نسولك شنو طموحك اليوم نسرين باش تتحلم؟ إن شاء الله نوصل العالمية ونكون قدوة للشباب ونفرح
وليدية والناس ديال الداخلة وديال المغرب كله اللي كيشجعوك وكيسبقوا لك اليوم وكيتمناو لك كل حاجة زوينة إن شاء الله تتحقق لك. شكرا لك نسرين، ومازال غادي نعاودو نشوفوك أكيد في بلاطو ليلة سهرتنا، تكون معنا حاضرة ضيفة إن شاء الله.